السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم النهاردة عن مشكلتين بتواجه الكثير مننا اثناء زراعة الكوسة. كتير مننا طبعا بيتلخبط برضو في انه يفرق بين المشكلتين دول. في الفيديو ده ان شاء الله بنعرفكم ازاي نفرق بين المشكلتين دول، هنعرف برضو الأسباب اللي أدت لظهورهم وإزاي نعمل برنامج وقاية ومكافحة للمشكلتين دول بإذن الله. النهاردة المشكلة الأولى النهاردة هتكون ضعف عملية الإخصاب والتلقيح في الكوسة، والتانية هتكون عفن الطرف الزهري. هنشوف مع بعض دلوقتي أول حاجة إزاي نفرق بين المشكلتين دول. فأول حاجة بنعفن الطرف الزهري، فهنلاقي في الثمار زي ما انتم شايفين الثمرة اهي في بداية الإصابة، هنلاقي عفن الطرف الزهري بيكون واضح بالمنظر ده. هتلاقي رأس الثمرة من الأمام بيكون فيها جزء ميت زي ما انتم شايفين. بيبدأ الجزء ده طبعا مع اصفرار برضو طرف الثمرة، زي ما انتم ملاحظين برضو بتلاقوا ان الزهرة بتفضل ماسكة في الثمرة، شايفين؟ لأنها بتموت معاه. طبعا بيبدأ ينتشر عندي البوتريتس على ثمار الكوسة بسبب عفن الطرف الزهري رأس المسمار. زي ما انتم شايفين تبدأ تنتشر الفطريات، وبتبدأ طبعا الثمرة بتموت تدريجيا لحد ما بتوصل في النهاية للمرحلة دي، وتتساقط ممكن من المرحلة دي أو دي أو دي، وتبدأ تتساقط على الأرض. أما مشكلة موت الثمار برضو أو عدم نضجها بشكل سليم بسبب طبعا عدم التلقيح، بنبدأ نشوف الثمرة بتاعتنا طبيعية جدا، ولكن بتبدأ من الطرف الأمامي بتبدأ تصفر زي ما انتم شايفين، مفيش العفن اللي شفناه من شوية في عفن الطرف الزهري، ثمرة عادية خالص مكان الزهرة بتفضل مستمرة معايا اهي. الثمرة بتبدأ تموت، بتبدأ تصفر من الطرف لحد ما بتصفر كلها بنفس المنظر ده، لحد ما بتوصل الثمرة للاصفرار بدرجة كاملة وبتموت، برضو توصل للمرحلة النهائية دي وتموت، ممكن برضو بينتشر عليها الفطريات لحد ما تتساقط من على الأشجار. سبب انتشار الإصابة بعفن الطرف الزهري هو نقص عنصر الكالسيوم أو عدم قدرة النباتات على امتصاص الكالسيوم من التربة، وده بإذن الله احنا بنتكلم في فيديو تاني بنشرح فيه عنصر الكالسيوم وبنتكلم فيه بتفاصيل أكتر وبشرح أكبر. أما طبعا المشكلة معانا الرئيسية اللي هي عدم التلقيح والإخصاب في الكوسة، فده بيكون السبب فيها طبعا بيرجع لعدم وجود الحشرات الكافية اللي بتساعد على نقل حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة للأزهار المؤنثة، وكمان طبعا انخفاض درجات الحرارة طبعا وارتفاعها ده بيأثر بالسلب على حبوب اللقاح وبيسبب موتها. كمان طبعا عدم كفاية الأزهار المذكرة وعدم قدرة الأصناف نفسها على العقد البكري. وعلشان نقلل مشكلة ضعف عملية التلقيح والإخصاب لازم نوصي بزراعة أصناف تتميز بالعقد البكري. كمان وضع خلايا النحل سواء كان في الحقول المكشوفة أو في البيوت المحمية بيساعد بشكل كبير في عملية التلقيح والإخصاب، وبيعمل على زيادة الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25 لـ30% من الإنتاج. كمان طبعا تهيئة الظروف المناخية الجيدة بالزراعة طبعا داخل بيوت المحمية أو تحت الأنفاق لحماية النباتات من موجات الصقيع والبرد الشديد، أو بالتغطية أثناء الحرارة العالية. كمان استخدام منظمات النمو الطبيعية. اما بخصوص طبعا المساحات الصغيره واللي زارع في السطح او في البلكونه يقدر يقوم بعمليه التلقيح اليدوي للازهار الكوسه، وده ان شاء الله احنا برضو عاملين فيديو ليها بنوضح ازاي بتتم عمليه التلقيح اليدوي في ازهار الكوسه.
هنا واضحة معانا الإصابة بمشكلة عدم التلقيح والإخصاب في الكوسة على النبات، زي ما شايفين الإصابة واضحة هنا اهي. وهنوضح لكم برضو عفن الطرف الزهري، الثمرتين كانوا موجودين على نفس الشجرة زي ما شايفين الفرق واضح هنا اهو. هنا طبعا الفرق واضح ونقدر نفرق بين المشكلتين ونحدد المشكلة، ودي مرحلة نهائية للإصابة طبعا بانتشار العفن الرمادي البتريتس على الثمار. وهتشوفوا معانا دلوقتي برضو ثمار سليمة ونباتات سليمة مفيهاش أي مشكلة خالص. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.